أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: الذي ابتلي بمجلس فيه رجل كبير في السن وتعرض للعلماء بالتنقص والقدح فيهم، ما هو السبيل في الإنكار والبيان على هذا الكبير في السن؟ النصيحة، السبيل النصيحة، وأن تورد الأدلة في تحريم الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض العلماء، تجيب قصة الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء وكيف حكم الله عليهم، فإن تاب وترك هذا وإلا قم من المجلس ولا تجلس معه، ابتعد عن مجلسه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.